السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بأحلى متتبعين ومتتبعات. أنقول لك واش قهرك وشهمك النمل في الكوزينة في البيوت في دارك كاملة، ما خليتي ما جربتي ليه والو، ما خليتي ما درتي والو، ما كتبغيش تقتليه غير فقط تجري عليه. غنقول لك بكل بساطة خليك مع هاد لا فيديو وشكريني من بعد. كذلك كنتمنى انكم ما تنساونيش بلايكاتكم وبالبارطاج، بارطاجيو هاد الفيديو لكاع الناس اللي عندهم هاد المشكل هذا، خصوصا حنا على الايام السخونه الربيع تبعو الصيف غادي تكتشفوا كلشي في هاد لا فيديو. كنتمنى لكم بالطبع فرجة ممتعة. ونبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. اول فكرة وحيلة، كنا كنعرفوا باننا حنا على في الربيع على مشارف الصيف، وملي كنقولوا الصيف كنقولوا لي باموس، كنقولوا هادشي اللي خفيف خفيف هكا مع الصنيدلات مع الصبيبطات خفاف مع هذا، المهم كنلبسوهم سوا حنا سوا بنياتنا. وكاين الناس اللي عندهم حساسيه مع هاد النوع من هاد، اما هاد لي باموس بحال هذا، اما مع دوك اللايبات اللي مشبكين سوا، قلت لكم حنا ولا وليداتنا وكيدير لهم الحساسيه وكتبقى تفرسك هذيك البلاصه. انا شخصيا لي باموس كدير لي الحكه وكنبقى نحك رجلي، المهم ما عرفش حساسيه. المهم غنعطيكم الطريقه اللي تعفيكم الناس اللي عندهم هاد القضيه هادي. عندكم اما اي ديميلور كتستعمليه اولا شامبوان كيما بغى يكون كتصبنيهم بهم. كنتي عارفه عندك هاد المشكل وكتبغي تلبسي هاد النوع هادو مع صبيبطات خفاف ولا شربيل ولا ولا ولا، كتصبنيهم قبل ملي كتشريهم كتصبنيهم دائما، مع عمرك تصبنيهم شي حاجه اخرى من غير شامبوان ولا ديميلور، كتصبنيهم به راه ان شاء الله ما غيبقاش عندك هاد المشكل ديال الحكه اللي كيديروا لك الحساسيه. قلت لك سوا شريتيهم جداد يلاه هتلبسيهم لاول مره قبل ما تلبسيهم صبنيهم، اولا مع الاستعمال دائما تصبنيهم بهادشي اللي قلت لك. نمشيو ان شاء الله مباشره لاحسن حاجه غادي نقولها لكم هو التالي. هنايا البنات جبت لكم واحد الحاجه اللي شغنقول لكم غادي تنفعكم بزاف بزاف. غنجلس هنا وندوي معاكم. كتعرفوا البنات بانني انا يعني اغلبيتكم المتتبعات ديالي كيعرفيني بانني ساكنه في العربيه، ياك احتماليه النمل عندي انا كتكون بنسبه كثيره وكبيره على الناس اللي ساكنين في الديور هكا في المدينه، وهذا يقدر يكون قليل. انا حيت عندي بحكم التراب عندي بالجرده، كتعرفوا النمل كيكون في الجرده وفي التراب حيت كيدير المسكن ديالو في الحفيرات ديال التراب، يعني غيكون عندي كونتاكت معاه بنسبه اكبر منكم او لا اكثر. الدواء اللي شاركته معكم هذه العام اللي فات والعام اللي فات وعطيته لكم مجرب، لان انا ما عنديش البنات في الكوزينه يستحيل يدخل عندي بعد ما حاربتو هذاك الدواء اللي ديجا الا مشيتو غير الفيديو الاخير غادي تلقاوني متبته واحد التعليق ديال واحد الاخت اللي جرباتو. وشوفوا قراو بعويناتكم، قالت لي تتشكرني مسكينه كتشكرني، قالت لي على الدواء اللي عطيتيني ديال النمل كان النمل كان قاهرني انا ودار ناسي يعني عائله الزوج ديالها وتهناو منه سنين، هذه هو قاتلهم. الدواء ها هو البنات، سبق لي عطيته وغادي نعطيه لكم، سبق لي عطيته لكم بلا 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 نحل هذه بيد وحده، غادي نحلها ونرجع معكم. هنا حليتها البنات، سبق لي عطيتكم الدواء الزرق، ياك اللي متبعني عارفني علاش كنهضر. وما كانش عندي هاد لومبالاج هذا باش نوريكم هذه، باش نوريكم الدواء كيفاش داير. كان عندي حيت حنا هنا في العربيه عندنا كيتباع بالديطاي، ممكن ناخذ 3 دراهم ناخذ 5 دراهم شحال ما بغيت كيعبر ليا في البلاستيكه وكنجيبو. دابا ملي تحصلت على لومبالاج ديالو قلت اكيد اكيد غادي نتقاسمو معكم، حنا مقبلين على الربيع وتابعوا الصيف وكتعرفوا هذاك هو الوقت يعني اكزاكت ديال النمل والحشرات. ها هو البنات، ها هو الدواء الزرق، ها هو شفتوه، ها هو نقيسو بيدي ماشي مشكل بالنسبه لي. كيقول لي راه كيأثر عليا راه ما كيدير والو، ها هو شفتوه شاركته معكم عده مرات. اقسم لكم بجلاله الله البنات الى غير رشه تلقاي غبر دقه بطله وتهناو منه الى الابد. ها انتم ها هو الوجه ديالو سكرينيو عليه، ها هو فيه كيلو وممكن تاخذوه بالعبار اللي بغيتو بحال دابا الا كنتو مثلا اسره هكا ولا جيران بعضياتكم ولا انت وعائلتك تاخذوه وتفرقوه. هو فيه واحد الريحه نوعا ما شي شويه غير مستحبه، ولكن ماشي لدرجه انه بحال الناس اللي عندهم هذا تخنقهم اولا اولا لا، غير ما يقيسوش الوليدات. المهم رشوه في البلاصه اللي فيها النمل يستحيل تلقاوه. ها هو سكرينيو هالبنات، ها هو انا كنقربو لكم
شوف شوف، تنقربوا الكاميرا كتضبب. لانيت شتي مبيد حشري، ها ها هو البنات. تقولوا لي فين غنلقاوه؟ غتلقاوها البنات عند الناس اللي كيبيعوا المواد هكا، المبيدات الحشريه. الا وريتيوه ليه مثلا سكريني، وريوه التليفون ديالكم، اكيد اللي كيكون كيبيع هادشي راه كيكون عارفه وغيعطيه لكم. كان كيتباع بالديطاي خذوه ديطاي، كان كيتباع هكا بالباكيه، ها هو كيلو. بالنسبه لله ما عرفت انا بالضبط هكا كيلو شحال كيدير، المهم سولوا على راسكم، حيت انا غالبا كنشريه غير ديطاي. 3 دراهم في اخر الله، 5 دراهم دقه بطله. عندكم ماشي غير النمل، النمل هذاك البرغوت اللي كيكون في القطوط، انا راه كنغسل القطه وكنرشها به وكنديروا الفلالس على قميله. مهم مهما هو مبيد حشري الا جميع انواع الحشرات اللي ممكن تخيلوها. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات، انا صورت لكم الفلالسات والله الا كنشدهم هكاك، تنديروا ليهم تحت جناوحهم، تنديروا ليهم هكا باش ما كتلصقش فيهم ديك كل الحشرات اللي كيبقاو يصفوا ليهم دمهم وما كيكبروش البنات، يعني كيبقاو خا ياكلوا اللي كلاو كيبقاو ضعاف، ولكن الا درت ليهم هاد الدواء كيرتاحوا في صحتهم وكيكبر الدجاج بسرعه. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات، هذا هو اخر حاجه ختمت لكم بها. اختكم كتعطيكم، شوفوا المصداقيه ثم المصداقيه، هي تاج راسي وجهد امي معكم، تنعطيه لكم بعينكم مغمضين ديروه. قلبوا عليه عند الدروغريات اللي كيبيعوا المواد الفلاحيه، مليار في المية غتلقاوه عندهم. ما عندهمش، شوفوا الا عندكم شي حد حبابكم في العروبيه يجيبوه لكم، كنتو مثلا ماشيين ودايزين حدا شي عروبيه هبطوا سولوا عليه، اكيد اكيد غادي تلقاوه. ايوا هذا وجهدي عليكم البنات، عطيته لكم من قلبي على ضمانتي. شتي الا درتيه وما جراش عليه رجعي قولي لي حرغي، رجعي قولي لي الله يمسخك راه كتكذبي. ايوا هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. ختمت لكم هذه الخضوره، وبغيت انني نخرج هكا برا هنايا نقول لكم نوريكم هذا الدواء وهذا الشيء، ونصدعكم هكا بشويه ديال الفرارج. دابا راه الدجاج مقيل، كنقولوا مقيل هي راه ناعس، تغدى وشبع وفي العشيه كيجي تحت شجر مضلل تيدير لا سياست هو قال لك. وهذا الشيء البنات اللي كاين، كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم بالبارتاج كما ما كنبخل عليكم بحتى شي حاجه. شوفوا غالي والطلب رخيص، اي حاجه تقالت عليكم خففت عليا، اللي في جهدي في المستطاع ديالي وتحت يدي اقسم بالله وربي شاهد علينا ما نبخلش على خوتي بها. والله جازيني غير على قد نيتي معكم، هادشي اللي غادي نقول. شكرا لكم، شكرا للناس الطيبه، شكرا للدعم ديالكم، شكرا للحضور ديالكم. لاله يخطيكم، كنموت عليكم وخلاص. الى فيديو قادم، والى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.